تعمل ايه لو عندك عربيه فيها موتور صغير 3 اسطوانات وعايز تطلع منه اداء ومش عايز تيجي جنب الموتور؟ اوكي، ممكن تعمل حبه حاجات. النهارده معانا الكورسه دي هتساعدنا في التجربه. الكورسه دي فيها شكمان ستريت بايب. يعني ايه ستريت بايب؟ يعني مفيش اي حاجه، ماسوره نازله من الموتور وشكرا. فيها علبه ماجنا فلو لكن دي ما بتكتمش، ما فيهاش اي حاجه بتكتم خالص، وكمان واخده 10% ايثانول. اسرع كورس على القناه بحاول افتكر معاكم كانت 8.62، دي كان برضو عامل شويه شغل في العربيه. كان في واحده ستوك كانت 8.77 صح، وناس كتير اشتكت لو فاكرين من الكورس انها ساعات بتكتم شويه والموتور ايه ما بيطلعش نفس الاداء. فاتفقنا عندنا ستريت بايب وايثانول 10%. تعالوا نشوف هتعمل ايه في التجربه، يلا بينا. اما بالنسبه لثمن العربيه، دي موديل 21 وصاحب العربيه كان جايبها ب 330 الف لما كانت بتنزل بفئه واحده بس. تصنيف العربيات، انتوا عارفين في تصنيف اسمه A و B و C، ال A كلاس وال B كلاس وال C كلاس، ده التصنيف العالمي للعربيات. ال A كلاس اللي هي زي ايه؟ اللي هي العربيات الصغيره قوي بقى قوي، يعني بنتكلم في فولكس فاجن اب، فيات 500 الصغيره اللي قد كده. وبعد كده عندك التصنيف B اللي فيها مثلا دي والفورد فيستا والبولو والايبيزا، وبعد كده عندك التصنيف سي زي مثلا الجولف الاوكتافيا وكل العربيات، الفورد فوكس مثلا دي واحده من العربيات. فدي تصنيفها بي اللي بيعتبروه سوبر ميني. العربيه طولها 4 متر وقاعه العجلات 2.5 متر بالظبط. هنوريكم الموتور حالا. خلينا نخلص من اول حته، فيها ريسنج سترايبس من هنا بس فيها خبطه زي ما انتم شايفين في الحته دي. ومن تحت عندي يعني سبليتر كبير جدا ولونه احمر من قدام، شكله حلو اوكي. وصاحب العربية ما كانش لاقي شبكة فحط لها شبكة بتاعت فوكسول اللي هي العلامة اللي بتنزل في انجلترا المكافأة للأبل. اوكي، الموتور هنا البيور تك، مش عايز افتح الكبوت عشان ايه هو كده مقفول كويس. الموتور البيور تك ال 1200 سي سي الثلاث اسطوانات اللي بيولد 130 حصان و 230 نيوتن متر، واصلين على الحركه 6 سرعات ايسن بيدفع العجل الامامي. كنا اتكلمنا كتير قوي في المواتير الثلاث اسطوانات، قلت لكم مشكلتها الرئيسيه ايه، انها في اسفل عدد لفات الموتور توليد العزم والقوه بيبقوا ضعاف شويه، لازم تعلي الرافز عدد لفات الموتور عشان تاخد منها الاداء. وطبعا بيبقى فيها ممكن شويه رعشه وهي واقفه على الايدل السكون بتاع العربيه. طيب تعال نشوف كاوتش العربيه. كاوتش حالته كويسه جدا، وده الستوك بتاعها مارشل 205 45 17 بروفايل، حلو قوي على العربيه دي يعني هايل. وبرده عندي ريسنج سترايب من هنا كورسا، حلو قوي، وهي كانت اصلا نازله 2 تون. انا بحب العربيه دي جدا، وفي منها طبعا انتوا عارفين ال 208 النسخه البيجو منها هي هي بالظبط. اوكي، كاوتش حالته كويسه والامامي حالته كويسه قوي. عندي من هنا سبويلر ستوك بتاعها برده، هو عامل بلاكينج اوت لجزء من الاناره الخلفيه وشكلها حلو عشان ماشي مع الاسود كله بتاع العربيه. من تحت عندي طبعا التيبس اكروبوفيتش يعني فيك، احنا عارفين يعني ده مش اكروبوفيتش بجد، ولكن ستريت بايب يعني صوت ودوشه، ولكن ممكن يحسن شويه في الاداء مع الايثانول. طيب اللي فيكم راجع القناه، كانت احسن عربيه اعتقد الستوك كانت 877، وكان في واحده عامله برضو اللي هي نصها ابيض نصها اسود كانت 862. فتعالوا نشوف العربيه دي هتأدي ازاي. بس تعالوا الاول اوريكم الحاجات اللي طلعت من العربيه عشان الوزن في العربيات دي بيفرق. هي اصلا الموتور البيور تاك ده بيفرق، هو موتور خفيف وصغير، ومفروض عن بالنسبه للمواتير العاديه ممكن يكون موفر من 15 ل 20 كيلو. دي الحاجات اللي طلعت من العربيه، كاوتش وبتاع يعني فيها وزن طبعا اوكي، الحاجات دي ممكن توزن لها 15 كيلو اوكي. وهنشوف الاداء عامل ايه، يلا بينا. تعالوا نجرب. قفلت التراكشن وحدلها شويه بريك بوست عشان بقى نفوق الثلاث اسطوانات ده اوكي. خبر ابيض على الطلعه. الصوت على فكره مش مزعج خالص، كنت فاكر ان هو هيبقى مزعج قوي. لا ده احنا هنا بنتكلم في نص يوم ولا ايه؟ 12.29. لا العربيه دي فيها مشكله، نجرب تاني، يمكن انا كنت مريح. ايه ده؟ لا في حاجه غلط، في حاجه غلط، نجرب تاني. 12.29 واسرع واحده كانت على القناه 8.62، مش عارف اقول ايه الصراحه يا جماعه. لا مكتومه كاتمه. ايه ده؟ فرامل
والثبات قفل تاني، مش مشكله نخليه اوف، مش ان هو فارق يعني. رجلي على الاخر وبتنقل على الريد لاين زي ما انتوا شايفين، يعني هي مش مأخرة في النقلة ولا حاجة، أو مش مبدرة بالأصح. 12.88 نجرب واحدة كمان مانيول. اوكي حطيتها في المود مانيول، وبتنقل لوحدها، فين على الريد لاين يعني. اتناشر تمنتاشر، لا دي فيها كده 4 ثواني مستريح. لا في حاجه غلط، لازم نتكلم مع صاحب العربيه. ازيك يا نادر؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك نادر؟ الاخبار مش كويسه قوي يا نادر، يعني في حاجه غلط. 12.88 احسن رقم. احنا في التراب، معلش يا جماعه انت شايفني مش كده؟ احسن رقم كان 12.18، يعني 4 ثواني تقريبا. العربيه الملاحظه ايه؟ العربيه اكن ما فيهاش توربو، اكن التوربو ده مش شغال، ما فيش توربو بوست، ما فيش بيلد اب للبريشر بتاع التوربو، فغالبا التوربو فيه مشكله، في تنفيس في دايره التوربو، يعني في ممكن تبقى ليها علاقه بالشكمان للاسف، ان اللي ركبه ممكن في حاجه. بص بقى لازم تراجع، اكن العربيه ناتشرلي اسبريت، التنفس طبيعي، راجع ان التوربو بيبيلد البريشر جواه، ان انا اكن بجد هي اكن مفيش توربو. التوربو بيعمل ايه؟ بياخد الهواء من العادم العادم يعني، وبيدور بيه توربين عشان يضغط بيه ايه هواء زياده، فيبقى الهواء مضغوط عند ضغط اعلى. لا ده مفيش ضغط زياده، دي تنفس طبيعي، دي كده زي ما تكون ناتشرلي اسبيريتد. حتى الصوت، مع الصوت في مشكله. انا يعني في حاجه غلط خالص في العربيه. انا اسف ان انا اجيب لك الاخبار دي، بس انا بتهيالي انت محتاج تروح وتفحص العربيه فحص دقيق. انت بتقول عندك تاكل زيت كمان. تاكل زيت قد ايه؟ ما هو لازم تعرف المعدل. المواتير دي بتاكل زيت، بس قد ايه هو المقبول وقد ايه هو اللي مش مقبول؟ ما انا مش متاكد من الرقم بالظبط، بس انا فاكر حاجه كنت عملت فيديو على العربيه برضو كان عندها نفس المشكله. فانا رحت لحد وقال لي ان هي عندها نفس المشكله، بس ما قشت الصراحه هي بتاكل قد ايه زيت يعني. لا لازم تحط عينك يعني، لازم توصل الزيت للمنسوب بتاعه وبعد كده تعمل تشيك تاني. بس انا رايي ان انت لازم تراجع التوربو بتاع العربيه دي ضروري، لانه في حاجه غلط خالص بالنسبه لي. انا اسف انا بعيدها وازيدها تاني، بس بالنسبه لي العربيه اكن ما فيهاش توربو، اكنها تنفس طبيعي. راجع بقى على التوصيلات بعد الشكمان. كانت قبل كده كانت نفس الحكايه مع قبل الشكمان، مشكله من ساعه لما جت تقريبا وهي فيها. لا لا بس 12 18 و 13 قرب ال 13 دي، واحنا اسرع عربيه عقاريه كانت 8.62 والستوك كانت 8.77، يعني ده الطبيعي بتاعها. هم بيقولوا كانوا بيتكلموا 8.59 ده الستوك فيجر، لكن 3 ثواني لا ده هبل بقى، ده في حاجه غلط. في حاجة راجعها، العربيه اصلا ملهاش وزن العربيه مش جايبه طن يعني. ان انت يبقى عندك كده من الموتور بيطلع 130 حصان و230 نيوتن متر، لا طلعها على داينو. نصيحتي ليك طلعها على داينو، اكشف على التوربو، اكشف على التوربو وشوف البوست رايح فين. البوست مفيش بوست. معلش انا اسف جدا يا نادر. نادر ثانك يو فيري ماتش ان انت جبت لنا العربيه، واديكم ممكن تكونوا استفدتوا شويه لو عندكم ابل كورسا وشفتوا الحكايه على وضعها الحقيقي. بس كده عجبكم الكلام ده، اشكره نادر جدا، وان شاء الله يعرف يصلح المشكله ويرجع لنا بيها ترد شرفها ان شاء الله. ثانك يو، ميرسي يا نادر. شكرا لحبيبي.